للمزيد من المتابعة معي اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نبدأ من الخبر الأحدث لنا، هو المفاوضات، وربما نتنياهو يجري مشاورات اليوم لتقدم المفاوضات. ما هو الجديد في تلك الاجتماعات، وما هو الجديد الذي سيقدمه نتنياهو لتنفيذ تلك المفاوضات ووقف الحرب؟ يعني اعتقد او يعني اعتقد انه نتنياهو يوم امس كانت هناك مظاهره اكثر من نصف مليون شخص صحيح. خرجوا في اسرائيل للمطالبه باطلاق سراح يعني المخطوفين. هلا نتنياهو الان يريد ان يفرغ هذه المظاهره من مضمونها، لانه نتنياهو وحكومه اليمين المتطرف ما زالت يعني تضع العصي بدولي بالمفاوضات. هو يريد يعني تخفيف المفاوضات لصالحه. لا اعتقد انه نتنياهو سوف يذهب الى وقف اطلاق نار او الى اجراء مفاوضات حقيقيه من اجل اطلاق سراح الرهائن، ولكن هو يريد يعني تطمين الشارع الاسرائيلي انه انا بعمل لذلك. اعتقد نتنياهو ولكن هو الشارع يعني هو يريد ان يطمئن الشارع الفلسطيني، ولكن الشارع الفلسطيني يرفض تلك الشارع السياسات. الاسرائيلي اسف انا اسف الشارع الاسرائيلي الشارع الاسرائيلي عفوا الشارع الاسرائيلي والشارع الاسرائيلي يعني يرفض تلك الممارسات، ويرفض ايضا الاستمرار في الحرب، ويطالب نتنياهو بوقفها وايضا عقد صفقه لتبادل الاسرى. لا يعني قراءه حقيقيه للواقع. الشارع الاسرائيلي منقسم على ذاته، يعني في جزء هو مع سياسة نتنياهو، نتنياهو الآن يستغل الصهيونية الدينية والحريديم ولا آخره. حكومة الائتلاف لا هي مؤيدة نتنياهو يعني تأييد كامل، وهناك قسم آخر هو غير مؤيد، يعني الشارع نفسه منقسم على ذاته حتى نكون بشكل واضح. فبالتالي حتى يعني لأول مرة يعني الأمن يشتبك مع المتظاهرين. صحيح. لأنه وزير الامن هو جزء من الحكومه. صحيح. فبالتالي لا اعتقد، يعني انا لست متفائلا بعقد صفقه بسياسه نتنياهو، بعقد صفقه من اجل الرهائن. هو يضيع الوقت، يعني اعتقد انه يعني اعتقد جازما انه هناك مضيعه للوقت، وهو لا يريد ذلك. ممكن سيطرح مبادره هنا او هناك لتهدئه الشارع، ولكن هو يعني يمضي قدما في اهداف التي وضعها. ويعني نتنياهو ليس وحده، ولكن هو مع الحكومه، مع اليمين المتطرف، واليمين المتطرف في حكومه نتنياهو لاول مره في تاريخ اسرائيل. هم يعني لا يريدون وقف اطلاق النار، ولا يدروا، ويريدون السيطره على المعابر، ويريدون السيطره على والاستيطان في الضفه وفي قطاع غزه. فبالتالي هو يعني يسير قدما، لانه يعرف انه لا رادع له فقط لا غير. اذا اليوم زادت المظاهرات وتغيرت مطالبها وتزدادت وبدأت كالثلج، ممكن نتنياهو يغير موقفه، غير ذلك نتنياهو لن يغير في موقفه. طيب سيادة اللواء، يعني ربما ونحن نتحدث الآن، الجيش الإسرائيلي أصدر بيان أعلن فيه عن حادث في ومقتل 3 إسرائيليين على الحدود بين إسرائيل وبين الأردن. كيف ترى هذا الحادث، وماذا يؤثر في سير المفاوضات، وهل تتغير مجريات الحرب في قطاع غزة، أم أنه حادث عابر؟ يعني أعتقد أنه حادث عابر، لأن الناس الذي حدث بتعرف السيطرة كاملة للمعابر على إسرائيل. الفلسطينيين ليس لنا سيطرة على المعابر بين الأردن وإسرائيل، فبالتالي اللي هم لهم السيطرة. الناس بتعرف هناك ردات فعل فردية نتيجة ما يروه من هول وقتل وتعذيب. بتعرف إحنا بشر، والبشر أحيانا لهم ردات فعل يعني غير منضبطة. فبالتالي هي ليست سياسة عامة، وأعتقد يعني الواحد السؤال اللي بيطرحه، لمصلحة من إغلاق المعابر بين الضفة والأردن؟ يعني بصراحة لمصلحة مين؟ يعني هي تزيد، يعني هنا تصبح كالكماشة علينا، يعني البحر مغلق، الجو مغلق، وكمان البر مغلق. فبالتالي نصبح نحن في سجن كبير. لا أعتقد، حتى ب 2002 كان سياسة السلطة في تلك الفترة يعني دائما دعوا المعابر مفتوحة، ما حدا يعني
ليه؟ لأنه هذا المنفس الوحيد لشعبنا والاتصال والتواصل مع العالم صحيح الآخر. سيادة اللواء، يعني الخبر الذي ذكر الآن هو مقتل 3 أشخاص جراء إطلاق نار وقع قرب جسر الملك حسين الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 أشخاص في الخمسينيات من العمر قد قتلوا إثر إطلاق النار، وأيضا ذكرت أن منفذ الهجوم هو سائق الشاحنة جاء من الجانب الأردني على حسب تعبيرهم وبدأ في إطلاق النار. هذا هو ما انتشر منذ والله لحظات. يعني حتى الآن ما عندي معلومات كافية أو تفاصيل، ولكن أنا بحكي مبدأ عام. مبدأ عام صحيح. يعني إحنا سياستنا أن تبقى المعابر مفتوحة، وإحنا رأينا كيف يعني صلاح الدين ومعبر نت شريم عندما أغلقت، ورأينا دور مصر العظيم باتجاه أنه محاولاتهم الحثيثة لفتح هذا المعبر من أجل إدخال الدواء والأغذية لشعبنا في قطاع غزة، وكمان أخواننا كمان دور المملكة الأردنية في ادخال المعونات والمساعدات للشعب الفلسطيني عبر هذا المعبر. فبالتالي يعني ليست من مصلحه احد، يعني هذه العمليات لا تصب في مصلحه احد، ولكن هي تاثيرها سلبي اكثر من تاثيرات الايجابيه باتجاه الشعب الفلسطيني. يعني اساليب القتال او اساليب المقاومه كثيره ومتعدده، ولكن يعني اعتقد انه هذه نقاط ضعف المعابر لان اغلاقها وهي لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية ولا المصلحة الوطنية العربية ولا الإقليمية ولا الأمن القومي، تخدم أحد، هذه لا تخدم أحد، وإنما بجوز تخدم نتنياهو وتخدم سياسات اليمين المتطرف. يعني يجب أن نكون نفكر بعقلانية مش بعواطفنا، إذا بدنا نفكر بعواطف بجوز نفرح ننبسط أنه صار في عملية مقاومة، ولكن بعقلانية موضوعية مصلحة شعبنا ومصلحة وطننا أهم من المصلحة الفردية. ولكن هذه أنا أعتقد أنها ليست عمليات يعني ممنهجة، هي بجوز ردات فعل فردية نتيجة أوضاع ناس تأثروا بما يحدث في قطاع غزة من قتل وتدمير وما حدث في طول كرم وجنين. فبالتالي أحيانا تحدث يعني أفعال فردية نتيجة السياسة العنصرية الإسرائيلية تجاه شعبنا، وهذه فعل وردات فعل، ولا أعتقد إنها سياسات عامة لأي حزب أو لأي تنظيم. سيادة اللواء، يعني كل الآراء الرسمية الدولية، يعني كان ذكرنا في خبر منذ قليل لرئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية والبريطانية أيضا بيطالبوا بوقف الحرب وعقد صفقة لإطلاق الأسرى والمحتجزين. ماذا لو كانت في هذه الحرب أسرى أو محتجزين؟ ما هو السيناريو الذي كانت ستقوم عليه الحرب؟ والله ما فهمت، ممكن بس ما يعني ما فهمتش السؤال لو سمحت. يعني السؤال هو كان هناك في الخبر الذي قرأناه منذ قليل أن هناك اجتماعات بين المسؤولين الأوروبيين والمسؤولين صحيح، الأمريكيين يطالبون إسرائيل بعقد صفقة لإطلاق الرهائن، سراح الرهائن. الغرب يتحدث عن صفقة لإطلاق الرهائن ولا يبالون بما يستشهد يوميا وبما ينزف من دماء لأطفال ونساء في قطاع غزة. ماذا لو كان في هذه الحرب لا يوجد أسرى أيضا أصلا لدى حماس؟ ما الذي كان سيحدث؟ يعني ما اعتقد انه موضوع الأسرى، انا اعتقد انه نتنياهو قفز عن هذا الموضوع. يعني نتنياهو قفز عن موضوع الأسرى الاسرائيليين او الرهائن الاسرائيليين، لانه يوميا لو كان هو حقا يريد هاي الأسرى زي ما حكيت لك، لانه صحيح. نتيجه هناك تأييد كبير له باتجاه انه بيعتبروا انه الأسرى هم ضحايا حرب في كثير من الاحزاب السياسيه المؤيده للحكومه، والاخرين يطالبون بالأسرى. فبالتالي هو يعني اعتقد انه نتنياهو ممكن أنه يعني خرج من هذه يستخدم، النقطة، يعني لا يبالي بوجود أسرى. لا يبالي، لانه هو ممكن يعمل عملية استخبارية من هنا او هناك ويطلق سراح واحد او اثنين احياء او اموات، فبالتالي يقول انا حققت والذي قتلهم الفلسطينيين ولا اخره، والشيطن الفلسطيني وهو لديه الاعلام الكامل انه لشيطنه الشعب الفلسطيني. ولكن نتنياهو لو حقيقه الامر يريد الأسرى لكان اوقف الحرب، يعني ما بتكون هناك مؤشرات على الاقل يوقف الحرب، صحيح. يدخل الغذاء للناس، يدخل يسمح للجانب المصري في مثلا تأييد المبادرة اللي عملوها من أجل إدخال كافة الأغذية والدواء لشعبنا الفلسطيني. فبالتالي كمان هو اخترق يعني اتفاقية كامب ديفيد بأنه يجب أنه بقاؤه على صلاح الدين، ما
عن التسريم. فبالتالي هو نتنياهو يضرب عرض الحائط، يعني هو ينتظر الانتخابات الأمريكية، ينتظر ترامب، لأن ترامب بالنهاية قال إسرائيل دولة صغيرة، وهو يعرف جيدا أن ترامب سيسمح له بضم القدس وضم الضفة والتطبيع مع الدول العربية، هو اعتقادا منه يعني يعتقد ذلك. ولكن مهما أنا أعتقد أنه نتنياهو الآن في مرحلة يريد تهجير ما بقي من شمال قطاع غزة من الفلسطينيين عبر الطرق الآمنة إلى الجنوب، لأنه بالنهاية يريد تدمير ما بقي من شمال غزة في الآن في القطاع الذي لم يدمر. فبالتالي هو عندما بعد ما يكمل هذا الموضوع أعتقد سيبدأ بوقف الإطلاق النار تدريجيا وليس كليا، ويبدأ في عمليات يعني عمليات استخبارية وعمليات قصف مركزة لمناطق محددة تحت عنوان أنه هناك في أسرى في معتقلين إسرائيليين وأريد إطلاق سراحهم، وسيلاقي الدعم، وهذا سوف يلاقي الدعم من الولايات المتحدة ومن الغرب. سيادة اللواء، هل أيقن نتنياهو الآن أنه فشل في حربه ضد غزة؟ يعني نتنياهو من لا لا ضمن لا هذه الأهداف التي خاض بها هذه الحرب هو القضاء على حركة حماس واستعادة الأسرى، هو لم ينجح في أي منهما. هل أيقن نتنياهو الآن أنه فاشل في هذه الحرب؟ لا نتنياهو، لا نتنياهو هو اعتبر انه هزيمه الجيش في 7 اكتوبر وفشل كمان سياسه الردع عنده، هو اعاد للجيش كيانته، يعني هو بيعتبر هذا الحرب والتدمير الشامل لقطاع غزه وقتله لاسماعيل هنيه وقتل القيادات في حزب الله وقتل القيادات في الفلسطينيين في غزه وخارج الضفه وفي الضفه، هو بيعتبرها انتصار، وبيعتبر هو انه اعاد للجيش هيبته واعاد للجيش كينونته، فبالتالي هو بيعتبر نفسه منتصر، لم يعتبر نفسه مهزوم، ولكن هو يقول اني انا لم احقق الاهداف، لم تدمير كامل حماس لم ترفع الرايات البيضاء، كمان هو كمان لم يعتقد انه الاسرى هو سوف يعيدهم بعده طرق وليس بالتفاوض، ممكن يعيدهم بعمليات نوعيه، اما يعني اموات او احياء، واذا اعادهم اموات فهو سيتهم الطرف الفلسطيني هو الذي قام بقتلهم، كما اتهم انهم للست الاخرين في قتلهم. فبالتالي لا، هو بيعتبر حاله انه في قمه النصر ونشوه النصر وليس انه مهزوم. هل الضغط الأوروبي المعلن يعني والمعلن نضع تحتها أكثر من خط، المعلن للشعوب الأوروبية أن هناك ضغط أوروبي على نتنياهو لوقف الحرب، ولكن في الخفاء هناك إمدادات لحكومة نتنياهو بالسلاح وبالمال لاستمرار تلك الحرب، هل ما هو معلن من ضغط أوروبي وضغط أمريكي على حكومة نتنياهو لوقف الحرب قد ينجح؟ أم ما يفعله أو تفعله تلك الحكومات في الخفاء هو المستمر حتى الآن؟ لا يعني اعتقد انه الضغط الاوروبي يعني لا يستطيع، يعني هو لا يبالي بالضغط الاوروبي، الموقف الرأي نتنياهو الموقف الامريكي هو الاهم، ما دام الامريكان بدعموه ماديا ومعنويا هو غير مكترث في المواقف الاخرى. طب الموقف الاوروبي ادان 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 سموتريتش بالغفير وقال انه سوف يحاكمه نتيجه انتهاكم لسياستهم العنصريه وسياسه الابرتايد اللي بيعملوها، وكمان مجلس المحكمة الجنائية الدولية طالبت نتنياهو كمجرم حرب، فبالتالي هو غير مكترث بذلك. أنا أعتقد أنه الشيء الوحيد اللي بيلزم نتنياهو هي السياسة الأمريكية، والسياسة الأمريكية الآن أولوياتها الانتخابات وأولوياتها صوت الناخب واللوبي اليهودي، وهي السياسة الأمريكية الآن هي إرضاء للناخب العربي والناخب اللي هو ضد سياسة إسرائيل في القتل والدمار، هم بعطوهم يعني انه لا احنا نعمل بالعكس، احنا بنضغط على اسرائيل ونعمل كذا كذا. طب ما هي ضغوطاتكم الحقيقيه على اسرائيل؟ طب انتم ما زالت طائراتكم في البحر وتدعموهم ماديا وعسكريا وتكتيكيا، وموجودين الجنرالات الامريكان في غرفه العمليات في اسرائيل وبتشاركوا مشاركه يعني من تحت الطاوله، فبالتالي طب ما هو الضغوطات، ما هي الضغوطات الحقيقيه على اسرائيل؟ وعندما منظمه التحرير رفعت ودوله فلسطين رفعت ضد اسرائيل في مجلس الامن عملوا فيتو على القرار، فبالتالي يعني اين الضغوطات الامريكيه؟ فبالتالي هو مرتاح يعني. هل الاداره الامريكيه الحاليه برئاسه جو بايدن ستنجح
في إنهاء الحرب في فترة ولايتها أم ستستمر الحرب خلال الفترة القادمة والولاية القادمة سواء لهاريس أو ترامب؟ يعني اعتقد انه الحرب ستستمر الى الولايه القادمه، لانه يعني ما ظل وقت، لانه هو الاولويه بالنسبه للحزب الديمقراطي والحكومه الامريكيه الحاليه هي الانتخابات، مش الشرق الاوسط، لانه عندهم مصلحتهم الاستراتيجيه ان لا تكون موطئ قدم لا في المياه الدافئه لا للصين ولا لروسيا، فبالتالي هم بده يحافظوا على استراتيجيه على يعني مصالحهم الاستراتيجية في الشرق الأوسط ومصلحتهم الاستراتيجية أنه بقاء الوضع كما هو عليه، وهم لا يريدون تدخل من أي دولة من هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط، فبالتالي هم بنظروا إلى مصالحهم. فرأيناهم كيف تدخلوا عندما إيران أرادت التدخل، ورأينا كيف التدخلات اللي عملتها الولايات المتحدة والضغوطات اللي أدت إلى منع حرب إقليمية، فبالتالي هي منعت الحرب الإقليمية واستمرت الحرب، وهي تؤيد سياسة نتنياهو بشكل يعني بعدة أشكال وليس بشكل واضح أحياناً. سيادة اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.